هذاك الجاموس البرازيلي انا كيبان لي بالله العادي وانا نهار شوف هذيك العاره هذيك الشاحنه المجروره اللي جابوها الرعب انا حليت الموقع الجماعي ديالي الفيسبوك كيبان لي الحاله اللي دير والمغاربه هربانين وانا كنتحب راسي في بلاصه طورو في طنجه فهاد هذاك الطورورو اللي كان كيديروا به السباق انا كنت واقيلا داخل مدخلين يديروا بهم السباق ساعه حتى كيقول لي لا هادشي راه غيتباع للمغاربه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هاد اللحم هذا غيتباع للمغاربه هاد القاموس انا القاموس اللي هو القاموس اللي كانوا كيجيبوه وكان كيعيش في الغابه انا بعدا واحد القضيه عنده حساسيه منه ومني بزاف لان الا كليتيه هو كيكون اللحم ديالو من بعدا مجهد هذا اللي كيكون العشوب المغربيه كيكون اللحم ديالو مجهد كيدير لك الاسهال وخاصك الدواء خاصك ما هي وما لونها فبالتالي انا هذا القاموس اللي غيجيبوه ليا غادي يذبحوه وغادي يبيعوه ليا بارخص الاثمنه ولا شي وغادي ناكلو وانا ما عرفتش شنو ملي غادي ناكلو باش راسي باش غادي نطلب واش بشي مرات سرطاني ولا شي مرات خبيت انا خويا مول في المنتوج المغربي انا كناكل لحم انا انسان ولحيم كناكل غير لحم ولكن ما كنمشي غير لحم كنمشي عند الجزار اللي كنعرف انا وكنطيب لوليداتي كفيته ولا كوتليطات ولا الحيمات ماشي هنا المغاربه على شي ولكن منتوج مغربي طبيعي لهذا كنصح جميع المغاربه ياكلوا اللحم المغربي ويشروا الخروف المغربي والبقر المغربي ويبعدوا لان حنا دوله اسلاميه حنا دوله اسلاميه ما كناكلوش انا الا كانوا غيعطوني اللحم ديال البرازيل وغيعطوني الحلوف ناكلوا على هذا الحساب هذا غيذبحوا لي الحلوف ويجيبوا لنا كوزا ونخلطوا معاه هذا كنقول للمغاربه قاطبه من طنجه الكويره يتثبتوا بالمنتوج المغربي ديالهم ونشجعوا الاقتصاد المغربي لان الجزار المغربي هو اللي خصنا نشجعوه وخاصنا نشجعوه هو كيبيع في المنتوج المغربي الهضره اللي دار بغاتكم كنت انا كل هبت كون شديت الكار رجعت الكاسة لان داكشي كيخلع على قلت لك قبيله لان ديك الهضره اللي دار راه ديال داكشي ديال الطورورو راه كتعرف داكشي ديال الطورورو ديال كيدخلوا كيبان لك شي واحد لابس الاحمر انا كيبان لي بحال انا ملي نزل كنت باقي هادو جايبينهم فهاد الشكل اللي انا طورورو كيكون اللون ديالو اسود وبالتالي ان هذاك بالي اللون ديالو يميل الى الـ الى الـ الى الـ يميل الى الـ 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 الابيض المغلوق وبالتالي ان هذا الجاموس ما دخلش عقلي وما ما ما دخلش لعيني لان قال لك اللحم ديالو ربما ما عندوش شي مذاق اللي يخليك يعني تخليك هذا المذاق هذا تخليك يشجعك دائما على الاستمراريه في 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 الشراء ديالو لهذا انا ارفض الفكره ديال هذا البقر البرازيلي واشجع الاستثمار الفلاحي في المجال البقر المغربي المنتوج المغربي المنتوج المغربي المنتوج المغربي وقبيح اخويا هذاك راك مربي على البوكس ولا مالي انا البقر ديالنا اللي كيجي كتدخل وسط الرحبه كتلقى درويش بخير كتصنط ليه كتشوف فيه كتمس ليه كذا كتحك ليه راسه بحال شي يتيم ولكن هنا كان شي بقره ولا شي ثور قبيح كيديروا لي واحد الاحتياطات اللازمه كيديروا لي واحد الباندا على عينه كيديروا لي واحد الربط على رجليه باش كيديروا واحد الحراسه امنيه لهذوك الناس اللي غيدخلوا الرحبه وبالتالي هذا ده غادي فوق رموك طاح من الرموك غادي كيقتل في عباد الله هذه فوضى هذه سيبه على الاقل يبغى يدخل هذا المنتوج هذا ويديروا لي يربطوه ويديروا لي شي حاجه على عيني باش ما يشوفش النوع ديالنا حنا واش كنقول لكم شكرا لجريداتكم وتشجيع المغاربه كنقول لهم تثبتوا بالمنتوج المغربي والسلام عليكم ورحمه الله ما مزيانش اخويا ما خدامش هنا هذا الشيء ما مزيانش اخويا انا اسمي يوسف يوسف من اسفي كنت دابا حاليا في كازا ولكن هذا الدار هذا ما خدامش لينا اخويا ما بغيناش في البلد ديالنا حنا عارفينه اللحم ديالو زوين فهمتني ماشي بحال هذا جابونا غريب ما عارفينش لحم عند اللحم كحل خايب وكنتسنى من الناس ما يعطاتوش ما ياخذوش هذا اللحم هذا راه مدير الصحه ديالهم وهذا ما كان كاين فرق اخويا بين اللحم دابا ديال المغرب وفرق ديال اللحم ديال البرازيل اللحم ديال المغرب راه ما خايجي لعيد ساري والعالم كله ما عمره يصيبوا اللحم بحالو فهمتي هنا فاش كاين اختلاف والحكومه الله يديرها خصها تعاود النظر ديالها وصافي هما هادشي راه كاين فرق باش غتجيب اللحم ديال البرازيل وتجيب اللحم ديال المغرب راه ما عمره تصيب بحالو ولو كنت سال العالم كله واه راه باينه فين العرب ديالو بين اما العربه بين الميز ديالو صافي راه بين كاين فرق كثير ماشي فرق شويه كاين فرق كثير بزاف كاع شوف دابا الطريقه ديالو هو الهربه ديالو كيفاش والهربه ديال المغرب ديال الثور دابا تخرج الثور ديال المغرب الهربه ديالو كيفاش تقول حدا انا دغت لقطيه
وهذاك فرق مع العلاقه بغات تلقط ارنب. انا فين كاين الفرق؟ عرف اخي واشنو؟ الصوبه سيرا كله الذوق ديالو كله فهمتي؟ شنو نقول للمغاربه؟ المغاربه الله يهديهم راه كيشوفوا، هما كيشوفوا وعاودوا النظر ديالهم.